متشكرة. ليه بتقولي متشكرة؟ عشان جيت الكلية قبل كل الناس وطلعت سألت على التحقيق واطمنت عليا واستنتني برا. مش بقولك؟ بتقولي ايه؟ ان انت حواليا في كل مكان، حتى وانت مش جنبي بحس انك حواليا برضه. وبعدين بقى في الكلام ده يا دكتورة؟ الله يخرب بيت الدكتورة دي، تحب احاول معاها عشان ترتاح؟ انا ما قلتش كده. طب فك التكشيرة اللي على وشك دي، فكها يلا، تبقاش غلس. الله وحشني اخي وعايز اقعد معاك. وانا حبيتك ليه بس؟ ايه بقى السؤال الغبي ده؟ حبيتني عشان حبيتك، عشان الحب اصلا اجابه مش سؤال. يعني انا مثلا عمري ما اسال نفسي السؤال ده. اهو انت من حقك تسالي السؤال ده. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان مش عارف. عارفه يا لبنى، انا ساعات بسرح مع نفسي كده، احس ان انا اناني طماع. يعني انت هتبقي في حته تانيه، تفتح صيدليه وتبقي دكتوره كبيره، وانا دكتوره دي شغلانه زي ما انت بتشتغل شغلانه كده، ملهاش دعوه بينا. وانت فاكره الناس بتفكر زيك؟ وانا مالي بالناس، انا مستنياك الوقت عمال يعدي، بعدين ما حدش عارف بكره ايه اللي هيحصل. قصدك تقول ان جاي لك عريس عاصم مثلا؟ بقول لك ايه، انا كل ما تجيب سيره عاصم ده بتقفط. بعدين انت اصلا مين قال لك الكلام ده؟ يعني او يمكن الواد الملزق اللي شفته في الجامعه. انت بتغير بقى. انا لا. الله. لا بتغير. ما تسكتي بقى. وانت حشر نفسك فيا ليه؟ ماله يعني الواد الملزق ده؟ معيد في الكليه وابوه دكتور وعندهم صيدلات كتير في وسط البلد، ناس تقيله يعني. كويس حكايه صيدلات وسط البلد دي، عريس محترم. ما يهمنيش، انت اللي تهمني. بتخيرني بين ايه يا لبنى؟ بين عاصم ابن التاجر اللي عايز يتجوزك وهيموت عليكي، ولا الدكتور ابن الدكتور اللي المستقبل قدامه؟ طب جربي كده تقولي لابوكي، حطي مشاكلي كلها على الترابيزه قدامه. عبد العزيز بغلبه وفقره وشقاه والدبلوم اللي ما كملوش، تفتكري ممكن يقول ايه؟ المهم انا اللي اقول. انا مش بخيرك، انا بزقك. ما تفهم بقى. ايه يا لبنى؟ هم لسه ما قبضوش عليكي؟ المرة الجاية بقى، الكلية قررت حفظ التحقيق. عرفت. الحاجات اللي هو في شنطتك جات لي وحللتها. وعرفت كنت بتقربي ايه من معمل. هيروين برضه المرة دي؟ للأسف لا، بس زي ما انت قلتي ملحوقة. جاية تطر. هو هارون الرشيد عايز يخلص مني للدرجة دي؟ لا، للدرجة دي هارون الرشيد معجب بيكي، ومش عارف بقى هتصدقيني ولا ايه. بص يا لبنى، احنا مش هينفع نتكلم هنا ولا في الكليه كلها، اديني فرصه نخرج نتكلم. لو سمحت انا ما بخرجش مع حد ما اعرفوش. خلاص يا لبنى، يبقى هنتكلم هنا. انا يا ستي مازن الطنباري، مدرس مساعد في كليه صيدله، ويشرفني ويسعدني ان انا اطلب ايدك. يا دكتور من فضلك، ده مش المكان المناسب. طب اختصر طيب، عشان شكلنا بقى عامل زي الحبيبه بتوع سنة. يا دكتور الله. لبنى، انا كل اللي عملته معاكي ما كانش اكتر من اختبار غلس شويتين، وبصراحه فاجئتيني برد فعلك. يعني دافعت عن نفسك بمنتهى الادب والاحترام، وطالما مش عايزه تديني فرصه نقعد نتكلم، يبقى مش فاضل غير ان انت تفكري بعد كده تبقي تردي عليا. خدي وقتك في التفكير، لان انا للاسف عارف ان كل المقدمات اللي انا عملتها بترجح انك ترفضي. ولو اني كان نفسي تديني فرصه نقعد نتكلم عشان اشرح لك بقى كل حاجه لاول مره بجد. بس براحتك. حضرتك كده بتورطني بجد وبترمي الكوره في ملعبي. كل الاختيارات ملكك يا لبنى، ولعلمك انا عندي السعاده اجي لكم البيت واتكلم معاكي قدام اهلك. لا طبعا، تيجي البيت يعني دخلنا في رسميات ومعناها ان انا موافقه. لا خالص، هاجي لكم البيت بعد كده برفضي براحتك. لا ما يصحش، احنا برضو ولاد بلد وبنعرف في الاصول دي، كده تبقى قله ذوق. براحتك يا لبنى. عموما انا مش هكذب عليكي، انا مستني ردك في اسرع وقت، او على الاقل فرصه ان انا اتكلم معاكي في اللي انا نفسي اقوله. انا ماشي، عن اذنك. ميرسي. ميرسي ايه؟ بقول لك وحشتيني. هي المزيكا مأثرة عليك ولا ايه؟ لا يا روبي، انت اللي مأثرة فيا. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اتغير علشان اي حد.
انت مش طبيعي النهارده. ما بلاش اعمل لك اختبار واستفزك عشان صوتك يعلى بقى ويبان طبعك الحقيقي. كل حاجه تتغير مع الوقت يا لبنى. انت عارفه بقى طبيعه شغلي، فيه شويه عنف وخشونه وبلطجيه ومساكر. سيبك بقى من الكلام ده، ما تيجي بعد ما نتعشى كده نلف على المحلات ونلاقي هي احلى دبتين في مصر. ساعات بحس ان انا ما اعرفكش خالص، ان انا محتاجه وقت طويل قوي علشان اعرفك كلك كده قبل ما اقدر اقرر بقى اذا كنا هنعمل الحاجه اللي انت لسه قايل عليها دي ولا لا. الحكايه اسهل من كده بكتير، شك الدبوس زي ما بيقولوا. بس انت افتحي قلبك. يا دي قلبي اللي انا مش عارفه له باب من شباك ده. بص يا عاصم، المشكله ان انا لاغيه قلبي من القصه اصلا وبفكر بعقلي بس. ما هي دي المشكله، انت في سكه العقل وانا في سكه القلب. نتقابل ازاي؟ بقول لك افتحي قلبك. فتحته يا سيدي. في حد تاني؟ تبقي مترددة. طب أقول لك حاجة مرة سمعتها في فيلم، خدي اللي يحبك ما تاخديش اللي تحبيه. يبقى أنت عارف إن أنا مش بحبك وموافق؟ لا، ده معناه إن لو كان في حد في حياتك وأنتوا مش متفقين اجتماعيا فكريا بلاش تاخديه، بعدي عنه. انت فكرت في كلامي ليك اخر مره لما قابلتك، لما قلت لك تفكر في مشاعرك ناحيتي؟ فكرت، حسيت ان انا ما ينفعش اعيش من غيرك، بس واضح ان انا ما بجيش في دماغك خالص. انا بفكر فيك ولا في غيرك. ليه يا لبنى؟ مش عارفه يا عاصم، مش عارفه. لو هتبقي سعيده معاه روحي له فورا. سيبك مني. هو مين ده؟ اللي منعك تفكري فيا. بس الشيء الوحيد اللي عايزك تعرفيه اني فعلا بحبك. زيزو حبيبتك اتخطبت النهارده. لبنى؟ وهو انت فيه في قلبك غيرها؟ عاصم خد ابويا النهارده وراح يخطب. الو، انت رحت فين؟ للدرجه دي قلبك فط وراح وراه؟ لا، انت قلتيها حكمه، مالكش نصيب فيها. انا عارفه اني جرحتك، بس معلش هصالحك. لبنى وعم لطفي ما وافقوش على الخطوبه، بس بيني وبينك النهارده او بكره ممكن يوافقوا. زيزو عشان خاطري انساها. انساها وافتكرك انت يا سناء. يا اخويا انساها انت بس الاول وسيب الباقي عليا. ايه رايك؟ بكره نتقابل في الشقه؟ نتقابل يا سناء، بس بلاش في الشقه يعني، خليها في الهوا. ماشي؟ ماشي، انا كفايه عليا اني اشوفك وخلاص. تصبح على خير. طب بالله ريقي بكلمه حلوه علشان انام واحلم بيها للصبح. مربى. ماشي يا عسل، بس ورحمه ابوك عبد الرحيم ما تفكرش فيها لليلادي. حاضر يا ست، ورحمة أبويا لأفضل أفكر فيها طول الليل. تحتي. سلام بقى. ماشي. شفا الله يخليكي. ما قلتليش بقى قعدتوا المدة دي كلها تروا في ايه؟ اهو كلام. يا بيه ما تضحكيش على ابوك اللي بيحبك ومدلعك طول عمرك. ايه؟ طلع بيحبك بجد؟ مش مجرد لعبة وشبطان فيها؟ المرة دي هو شكله فعلا متغير، حد تاني، بس أنا حاسة إنه تغير كده مؤقت يعني، عشان هو عارف إن أنا أصلا رافضاه. يعني بيتمسك لحد ما يتمكن. مش عارفه، بس مش ده عاصم العنيد الرزل اللي فاكر انه لو مد ايده كده اي حاجه هيطولها. طب عاصم لا، في حد تاني؟ حد تاني مين يعني؟ تنسيتي مازن مثلا؟ الوعد هيقف جنب منك في قضيتك، وانت كمان وعدتي انك هتفكري فيه. ده حاجة تانية خالص بقى.
عامل كده زي عاصم بس على ابنه دكتور وصيدلاني مشهور. اللي زي مازن ده ما يحرمش نفسه من حاجه وظروفه مساعداه. وانا بصراحه يعني بخاف من الناس دي، مش زينا، هما من حته واحنا من حته تانية خالص. ايه المانع؟ انت بكره ان شاء الله تتخرج من الكليه وتحافظ على تقديرك وتتعيني في الكليه وساعتها رص السوا. افتكرش. عارف انت مين اكتر واحده تنفع لمازن؟ مروه صاحبتي اللي جت هنا هي ولمي. ام عربيه؟ ايوه ام عربيه دي، هي شبهه. يمكن عشان كده ما فكرش فيها، عامله زي الفاكهه اللي بيلاقيها حواليه طول الوقت. بس يا رب يا رب تعرف كده وتريحنا وتريح نفسها. طب عاصم لا ومازن لا، في ايه تاني؟ خلاص مفيش بقى. زيزو مثلا؟ ايه سكت ليه؟ مفيش يعني مفيش اسرار خالص كده تبقى لي يعني مينفعش. بص هقولك على حاجة، أنا هوفر عليك الشرح والكلام. أبوكي ما اتولدش كده راجل عجوز ومدهول، لأ أنا وأنا صغير كنت شقي جدا. وأنا ملاحظ إن كنتوا مهتمين ببعض، بس صدقيني يا بنتي في النهاية يا ترى ينفع ولا ما ينفعش؟ والله العظيم ينفع لو الناس بس سابونا في حالنا. هينفع يا بابا. طب ايه يا حبيبتي هتعيطي ليه؟ بص اقول لك على حاجه، احنا ناخد فرصه نفكر واوعدك ان احنا نتكلم تاني. موافقه؟ اشتركوا الان في قناه شوف الدراما الثالثه ليصلكم كل جديد.